اصل انا مؤاخذه يا باشا، كنت لسه خارجه من دوره الميه ولسه بعد الهدوم، قمت لمحت بقى الحرامي قام جرى على اوضه الاثار. اثار؟ اثار ايه يا مجنونه انت؟ انت مجنونه؟ انت تافهه ومش فاهمه حاجه وغبيه. اثار ايه يا فندم؟ مفيش حاجه اسمها اثار، دي شويه مقتنيات مدام فريده كانت مشترياهم من المزادات. انتيكات، انتيكس. فين الاوضه دي يا صدفه؟ اللي قدامك دي يا باشا. يا فندم بقول لك دي مقتنيات مدام فريده وخاصه بيها. طيب استاذنك ابص عليها. لا حضرتك سبت كل الموضوع وقعدت عايز تشوف الاوضه دي. انا ما سبتش حاجه يا مدام، هو مش الحرامي اللي دخل كان عاوز يفتح الاوضه دي؟ يبقى لازم اعينها بعد اذنك. ممكن تفتحيها؟ يعني بس ما تمسكوش حاجه عشان لو حاجه اتكسرت دي حاجات دوفالور مش عارف اعوض. انا عارف شغلي كويس. طيب هقوم هتجيب المفتاح من اوضتي. انا جاي معاكي. انت جاي معايا اوضه النوم؟ يلا يا فندم بعد اذنك. يلا هو قبضوا عليها. اخرب بيتك وبيت سنينك وبيت اليوم اللي شفتك فيه.